مشاهدينا الأفاضل، متابعينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأفاضل في كل مكان، نجدد بكم هذا اللقاء والتحية والترحيب المتواصلة على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أقوى وأعتى وأكبر وأضخم المهرجانات الخليجية، مهرجان سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. نتواصل ونستكمل هذه المسيرة التي تأتي بحضور الجماهير الغفيرة، وتأتي بالانطلاقات المميزة والحضور الكبير والرائع، سادس الأشواط والذي يختص بسن الثنايا وفئة القعدان، مسافة 6 كيلومترات، رحلة طويلة نستكشف بها أحداث ووقائع ومجريات هنالك البداية والمركز الأول، الصدارة بانطلاقة شعار بن كليب من ياتي الآن مع جبر عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبية، يقدم لنا جبر بعدما قدم لنا الذيبة وكانت بطلة مميزة، قدمت أداء رائع ومميز. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني لكي نتابع الصداوي هو القادم على المركز الثاني لهجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم المشاغب على المركز الثاني. انطلاقة المركز الثالث حيث الوصول من قبل أوروغيت هو القادم فواز بن مهجع بن عليان العنزي من ينطلق على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع حيث الانطلاقة من قبل عبرود يتقدم على المركز الرابع، يصل شعار صالح بن حمد بن جابر الكريبي المري على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس هنالك الوصول من قبل شعار سالم بن عايض بن تراحيب الدعجاني مع طارش، يصل على خامس المراكز كما تتابعون من خلف الشاشات وعبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الحي والمباشر. أتممنا على مسامعكم الكريمة وبهذا الحضور المشرف من هؤلاء الأبطال والشعارات التي تنطلق أول نداء والإذاعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول لكي نتابع التغييرات من قبل الصداوي الذي ينطلق على البداية ويقدم لنا هذا الاسم المميز، محمد بن خالد بن عبد الله العطية بشعار هجن الشحانية وأبناء دولة قطر الشقيقة أبناء العنابي يتقدمون، يقدمون لنا انطلاقة الصداوي وتحكمه بهذه القيادة المميزة وانطلاقة اسمه بالمركز الأول. المركز الثاني هنالك الحضور من قبل جبر، وصل الآن بشعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي، ويلقب ذلك الرجل بممثل أبناء المدام الدائم على المركز الثاني. ثالث الأسماء القادم هو أدهم بشعار هجن الشحانية سالم بن جابر بن علي بن فاران، يصل الشبل على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع هنالك الوصول من قبل أروغيت هو القادم بشعار فواز بن مهجع بن عليان العنزي على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس القادم هو عبرود، يصل الآن بشعار صالح بن حمد بن جابر الكريبي المري مع المركز الخامس، يقدم لنا هذا الاسم المميز ويقدم لنا عبرود على خامس المراكز. تابعنا وشاهدنا استمتعنا بهذه التحديات، ولكن ما خلف الخمس الله
يا هذه الأسماء الواصلة، الله يا هذه الشعارات التي تصل وتتحكم في هذه الانطلاقات. ولكن نعود إلى الصدارة وإلى البداية، إلى المركز الأول لكي نتابع الصدارة، لكي نتابع المركز الأول. المقدمة الأولى لا زالت مع الصداوي الذي ينطلق على البداية ويقدم لنا شعاره بالمركز الأول بالصدارة الأولى بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية. الأسماء بدت بالاقتراب، الشعارات بدت بالوصول. وصل بن كليب، بن كليب يتقدم الآن على المركز الثاني، يقدم لنا شعاره مع انطلاق الجبر على المركز الثاني. وعبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي بالمركز الثاني وثالث الأسماء، يصل إلى ندهم لهجن الشحانية. سالم بن جابر بن علي بن فاران يصل على المركز الثالث، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا اسمه على المركز الثالث، ويصل بهذا الوصول المتميز. نتابع وإياكم المركز الرابع، حيث الانطلاق والوصول، حيث الأداء الرائع من الشعارات القادمة بكل قوة والأسماء التي تصل. نتابع المركز الرابع، هنالك الوصول من قبل عبرود. وصل الآن بشعار صالح بن حمد بن جابر الكريبي المري مع المركز الرابع، انطلاقة المركز الخامس. وصل بركان، وصل الآن بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، من يتقدم على المركز الخامس ويقدم لنا شعاره. ياتي الآن من مركز إلى مركز بكل هدوء لكي يقدم لنا بركان على خامس المراكز. أتممنا هذا النداء، نعود وإياكم إلى الثلاثية، إلى لقاء الأخوة، إلى لقاء المحبة، إلى هذا اللقاء الذي يعد من أقوى اللقاءات، الذي يأتي مع انطلاقات سن الثنايا بهذا الحضور المتميز بالإبداع. 1200 يا راعي دهم، 1200 القادمون الواصلون في هذه الانطلاقة هم الأقوياء، ويتقدم دهم على المركز الأول لهجن الشحانية بقيادة بن فاران. الصداويات الآن بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية. هجن الشحانية وهجن الشحانية في هذا التنافس القوي بالشعارات القوية والأسماء المتميزة باختلاف المضمرين الأقوياء بن فاران، وبشعار هجن الشحانية والعطية بشعار هجن الشحانية مع الصداوي. الله 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 الله، ينطلق على البداية ويقدم لنا شعار بهذا الأداء المتميز والعصا في الأبطان. حرك الآن الصداوي، انطلق بالمركز الأول، يقدم لنا هذا الأداء المتميز. والسلام لاين إلى العنابي، العنابي إلى هجن الشحانية، إلى أبناء دولة قطر، إلى هذا الشعار، وإلى المؤسسة الكبيرة التي تأتي بالأسماء القوية والجميلة. تهانينا تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التواصل المستمر الذي يأتي بهذا الحضور الرائع والجميل. الصداوي بشعار مؤسسة هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. مشكور يا المشاغب
المركز الثاني حضر جبر بشعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي، والمركز الثالث كان الحضور من قبل أدهم لهجن شحانية سالم بن جابر بن فران. على المركز الثالث انطلاقة المركز الرابع حضر شعار هنالك سياف لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والمركز الخامس كان الحضور من شعار نواف بن عودة بن صالح البلوي مع مغادر، حضر مع المركز الخامس وقدم لنا شعاره المميز والرائع. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني وملخص هذه الإعادة، ملخص هذا الشوط، وكان الحضور من قبل الصداوي التوقيت 9:33 92 جزء من الثانية، هو توقيت الصداوي الحاصل على المركز الأول. المركز الثاني حضر جبر بشعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي 9:42 62 جزء من الثانية، تهانينا والف مبروك. والمركز الثالث كان الحضور وكان التواصل من قبل أدهم لهجن الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن فران المري، حضر مع المركز الثالث وقدم لنا هذا البطل بتوقيت وقدره 9:46 16 جزء من الثانية، توقيت الحاصل على المركز الأول. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالف الحظ في قادم الأشواط. يغير من معاني